عندك سيت ويب معناتها نورمالمون عندك نوت دومين عطيته لك نجم تعمل دي ايميل برا اطلب ايميل اسهل تعمل بلديه بني خالد @gmail.com من انك تدرس اكزاكتومون حشمه على خاطر على خاطر تكست دلوا زيد نعاود نرجع نقول لكم راهو المشكله الكبيره في بلادنا وكان فما حاجه مفتقة تونس من بعضها ومفتقة ولاد تونس من بعضهم في سورتو هي انك اللي تكس دلواء والعباد اللي شادين بدارات وإلا شادين بلايس ما يستحقش يكون موجود في البلاد هذية بالرسمي ما نحبش يكون في الاترانزيسيون في كل نخط في عواج على الاكسية على الانفورماسيون ثم بعدنا بطولهم مطلب ورقي ثم بعدنا بطولهم ايميل ثم واحد مرة بطنا له ايميل دموضة الانفورماسيون طيب كلمنا في التليفون طبعاً كيف أكس؟ لا هذيك عادية هذيك إجابة عادية جاك أسوأ اللي جاوبنا السكرتير متاع ولا الاسيستان الاسيستان خلينا نقول لا الميل في البيرو مسكر قلنا له ربعتنا ميل لسيد مدير قال سيد مدير مش هنا قلنا له ايه ما وصلتش انت ما عندكش اكسي الميل قال لا الميل في البيرو مسكر لي هذه لا كومبليونسيون تاع التكنولوجيا عندنا في تونس كيما تقولي شنو صار هو تصديقا لكلامك بلديه بني خالد عندها باج فيسبوك واحنا كي دخلنا كاعضاء منتخبه معناتها في مجلس البلد الجديد حابين ناخذ المود باس الاداره قال شنو معناتها ضيعته وعملنا باج اخرى معناتها بلديه بني خالد عندها دو باج فيسبوك تو تلقى باج اوفيسيال نجم اخر حاجه باش نحكي عليها هو برنامج باش نكمل بالبوزيتيف حبينا نعمل انتروسيو حبينا نحكي بالبوزيتيف باش نقول شيء حاجه واحده باش نحب نبارطاجيها فرد مره هي هما برنامج مشروع ياسر حلو اسمه انشر معاش كان شكون سمع بيه اللي هي صلحني بربي جمعيه تونسيه للمدققين الداخليين عمرو صحيح اذا كان قلت ان شاء الله قلت اسم الجمعيه صحيح هما اللي بداوا بمشروع ياسر تحفون اسمه انشر اللي هو فما معناتها باج اسمها بلديه اونلاين تنجموا البلديات معناتها يكون عندهم اكسي باش يحطوا معلومات على معناتها الميزانيه تطور الميزانيه المخالفات رخص البناء مشاريع هو سيت نحترمه برشا احنا قاعدين نحاول نحن قدر الامكان نمشوا فيه تبقى نحب نحيي بلديه بوعراده خاطر هي اكثر بلديه قاعده تحط كل نوامرها على صفحه انشر وهي اكزامبل لينا الكل اليوم على خاطر بفضل الشفافيه القويه نتاعها المواطن ولا يخلص اكثر زبله وخروبه ولا معناتها المخالفات نقصوا فهذايا معناتها مساج كبيره اللي الشفافيه تنجم تنجح البلديات ميرسي مدام هذا من الزفور نتاع ديجيتاليزاسيون ولا الرقمنه نتاع خلينا نقول القطاع العام في تونس والحكايات النيجاتيف مي يبقاو ديما فما ديزيفور حتى على الوزارات نجم نسمي لكم وزارات عندنا معاي واتش اونيتي مومبر بارتنير في الكوميتي دو بيلوتاج نتاع مراقبه مدى احترام تونس للاو جي بي اوبن جوفرنس بارتنرشيب اللي هي تونس دخلت مومبر في الكونفونسيون هذه ان هي تحل بياناتها كليا نحكيوا على الانستيتيوشن نحكيوا على الوزارات رئاسه الحكومه رئاسه الجمهوريه يكون عندهم دي سيت يوزر فريندلي فما دي كريتير معينين انه يهبط ان دوكيمون يكون اوفر على ديسيون ما نهبطليش بي دي اف تهبط لي اكسل باغ اكزومبل دي كريتير هكا فكنا قبل كل ريون لازم يبعثوا لي جماعه يقولوا لي انت تستي السيت سهل الاستخدام ولا ندخل عليه كمواطن تونسي بسيط جدا يتكلم العربية والدارجة وشوية فرنسية نبدأ نتستي أنا دي سيت بهي سير اللي جاء من الفينانسمون عند البنود كيما وزارة الداخلية بدون ذكاء اصطناعي مثلا أنا وزارات حساسة كيما وزارة العدل بسير ديما بدون ذكاء اصطناعي ديما بدون ذكاء اصطناعي أكيد هذاك ف
فما وزارات عندها اربع سنين تستنى باش تعمل ريون باش يشوفوا لي تا دافونسمون باش يقول الوزير وي باش نكملوا نبنيو سيت والفينانسمون موجود 10 مليارات عنده 5 سنين واصل معناها سي بون الله اعلم وين مشاو ال 10 مليارات هذوما طبعا لازمنا نفوس فيه مش نعملوا سيت اخر باش نرقمنوا المحاكم عنا دي سيت نعرفوا اللي يفهموا شويه في الكودات مش لازم تكون بيرات باش تفهم الحكايه كيفاك انك تعمل كنترول او ساعات يهزك ديريكتومون للباك بورد ولا يهزك لما وراء السيت ولا كانك ادمين من بعض الوزارات السياديه من بعض الوزارات السياديه اللي جوست تعمل كنترول او تلقى لي دوني تاع السيت ديريكتومون اربعه معناها واحده منهم زرقاء تقدم لي في مدرب في تونس الوسطى هذوكم والله ما نعرف وتركا كعبه سي جي اي قدك في اطار عملنا في انا قلت طبعا سي تسكريبت في تسكريبت في 30 فيجن ترقى في شيء ما هوش سي با بيراتاج اي واحد انا طفل صغير معناها طفل صغير انت حليت سي دابا طفل صغير جي غلط تعمل كنترول او ترقى عندك في شيء بي دي اف على البي سي فيه اسامي السفراء الكل لي زدرس نتاعهم الكل نوامر تليفوناتهم الخاصه الكل هذه واقع الاداره العموميه على بدون والمشكله كما قلت انا ما يحبوش الكل في الزيت احنا حتى في حاجات فيزيك احنا بنجي اني من بلديه صعيده ولايه مرسيد مثلا كان عندنا رونكون في صعيده ثلاثه دفانات كبار ياسر وعادي فوق منصه وما تراحت شيء 100 ونص الخام وهم الدفانات 3 متر اخرين معناها دور رونكون تصطى في اي حاجه انت وزهرك فيزيبيليتي قال زيرو جينا احنا المواضيع قلنا له اسمع شفت ديزاكسيدون اجا نهبطوا فيه نبدلوا فيه شوي وبالتعاون مع البلديه المواطنين خلصوا كل شيء نحيناك المنصة كلها هبطنا لدفان لوطا أما سربوت ها؟ سربوت بيسو أولي سي ديتاي آخر ذاك السعادة ما هي مرتين أي ولا كيلك عن ديتاي كيلك عن ديتاي كيفاش البلدية ولا الموظفين العمومين ما يحبوش الكور في زايد في ديتاي بسيط هنا الباز اللوطانية طبعا سيبهم ولات برسك قدها قد القاع قلنا لهم نعملها جردن حشيش وورد واحد وكذا البلدية رفضت انه تولي جردن علاش؟ انكود مانتنانس كل فيزي باش انكود مانتنانس تطفيش نجيب موظف وقت عملها سيمان تطفي تعملت سيمان كومبليتمون لين جي عندنا واحد متطوع غادي فلوريست خذي منها كلكو زيسباس كلكو ماتر قال سيمان مش نعملها نيو ما يهمكمش في نهار اللي جيت تلقاها شايحة سدها بالسيمان سي صح هذه المونتاليتي اللي عندنا راهو في الإدارة العمومية إلا من رحم ربي ما نعملوش إبراهيم كاين انت مغامره انا من القوى الموازيه نتاع التسكي شنو سمينا اداره عموميه اما عندي الحكايات اما قبل ما نحكي لكم عندي حكايه واحده مش حكايه قبل ما نحكي اي حاجه شكون هنا عمره مشى للمدينه في تونس ولا اي مدينه معناتها في الجمهوريه الكل المدينه العربيه فما حتى حد الناس كلهم مشوا كي تبداو تمشيو في الشوارع نتاعها البنيات تعرفوا حكايتهم شنو منين جاوا مش الكل اللي تعرفوهم برسنتاج نتاعهم طريقه كيف قداش 10% السؤال الثاني اذا كان تحبوا تعرفوا حاجه على بنيه في المدينه تعرفوا فين تمشيو ويكيبيديا رجال الكبار جوجل مابس ولا رجال الكبار من ويكيبيديا كان عندك شويه زهر والتونس 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 اسمها ديالنا لوسنتونس باش نشوف بس داك من الخرب اما تخيل تمشي في الشارع وقفت قدام بنيه باش تبقى تلوش في رجل كبير ولا تلوش في الباج نتاع التونس اسكو البنيه هذيك موجوده ولا مش موجوده باش تقول لك شويه بس اللي دير باش نحكي لكم عليه هي مدينه بيديا اللي جات من المشكله هذيك نتاع انك ما تعرفش على الشوارع على المدينه شنو فيها انا واحد من الناس قريت في نوفمبريل برتي من قرايتي غادي قعدت اربع سنين طالع هابط على المدينه وما نعرف منها حتى شيء بخلاف الشارع نتاع ميدان تشاينا اللي متسمي على التراث التونسي وجامع الزيتونه مدينه بيديا اللي نتاعو انه العبد اللي يمشي في الشارع سواء تونسي ولا غيره في بلاست ما يقف قدام بنيه وما يعرف عليها حتى شيء كليك واحدة ويعرف هو فاش قاعد يشوف بالتاريخ نتاعها بكل شيء من غادي بدات فكرة المشروع واسمه مدينة بيديا على خاطر obviously فما مدينة المدينة نتاعنا وبيديا على خاطر الخدمة الكل صارت على ويكيبيديا لذلك كلها جروب نتاع ديجون تلموا مرة نهار أحد من كل شهر من كل أول شهر
في دار الأسلم في المدينة. استعملنا المكتبة متاع دار الأسلم والديسور سونديني باش خذينا الكونتوني متاع اللابتوب هذوكم وحطيناهم على ويكيبيديا. وذيك كانت لي تابلولة الخدمة هذيك خذتنا عام وشوية باش كتبنا على قرابة 150 مونيمون في المدينة. فما منهم اللي مازال موجود، فما منهم اللي حالته تعبة برشا، فما منهم اللي ما عادش موجود جملة. الليتاب الثانية كانت اللي احنا نطلع QR codes. مناش تخيل الناس كل عندهم فكرة على QR codes شنو الكود اللي تسكني ويكون فيها الكيو ار كود اللي جوست تسكانيه ويهزك الارتيكل على المونيمو هذاك. والارتيكل اللي موجودين عندنا موجودين بالعربي وفرنسي وانجلي، فما ايطاليان، فما لغات اخرى. اما النمبر نتاع الارتيكل اللي كتبناهم قرابة 400 ارتيكل بسبع لغات الكل في الكل. لذا ديجا من الاول كانت صعيبه شوي، وهذه الحاجه الباهيه في الحكايه على خاطر قلنا ما فما حتى حد باش يكون انتريسي من الصغار باش يكتب على تاريخ تونس وحاجه ماهيش كول وماهيش هنا. علاش قلت كلمه الصغار؟ على خاطر احنا حبينا من الاول نكونوا مع حبينا نجلبوا برشا عباد صغار في العمر باش نحاولوا معناتها نبيعوا فكره اللي التاريخ نتاعك راهو ماهوش نتاع العباد الكبار كهو. اما الابليكاسيون تحلت للناس الكل مش من العباد معينين. والعباد اللي جاوا من دي جروب داج بعد على بعض وما فرحنا برشا اللي فما برشا صغار كانوا موجودين وكانوا انتريسي باش يكونوا في البروجي. هذيك البارتي الباهية. البارتي الصعيبة اللي الإدارة نتاعنا والحمد لله ماهيش عاملة ميزة جور. دونك كان صعيب برشا أننا نقنعوهم اللي احنا انهم يحلوا لنا البيبان نتاع المكاتب اللي مغبرة واللي كلاها الدود واللي باش تمشي على روحها. في كي مشينا وصورنا دي مونيمون كان صعيب برشا انهم برشا فيهم يتحلوا. على خاطر زادك التسكير على المعلومه، التسكير على كل شيء اللي نتاعنا شنو باش تعمل بها. اول حاجه علاش شنو باش تعمل؟ شكون فهمني؟ شكونكم انتم؟ علاش تصور فهمني؟ فين باش يمشي هذا فهمني؟ وشكون خلي ماكمش تستعملوه في ما نعرف شنو فهمني؟ عمليه ارهابيه على حجرتين. ذكرت اكزومبل خايف. اما فينالمون الحمد لله